أهلا بكم من جديد والجزء الثاني من هذه الحلقة من استوديو الرياضة. فقدت الرياضة العراقية يوم الخميس الماضي واحدا من خيرة رجالها وشخصية تركت بصماتها على الأجيال التي تلتها بأخلاقها العالية وروح الكفاح والعزة والإباء التي تحلت بها طوال السنين. فقد أبنى الوسط الرياضي فقيد الكرة العراقية اللاعب الدولي السابق كاظم عبود صاحب الهدف الشهير في مرمى بولندا في السبعينات وصاحب المواقف النضالية المشهودة والذي فارق الحياة قبل أيام في العاصمة الهنغارية بودابست عن 70 عاما بعد صراع مرير مع المرض وبعد غربة قسرية وأمر عاشها لأكثر من 4 عقود في المنفى بعد أن أعدم النظام السابق نجله وثلاثة من أشقائه. مجلس وعزاء الفقيد كاظم عبود الذي أقيم في بغداد حضره العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية ونجوم الكرة العراقية السابقون وحشد من أهل ومحبي الفقيد كريم درويش. شمعة كروية أخرى تنطفئ بعد تاريخ كروي كبير امتد من 70ات القرن الماضي، إنه الفقيد كاظم عبود اللاعب الدولي السابق صاحب الخلق والإرث الرياضي المميز مع المنتخبات الوطنية ونادي البريد الذي تأسس على يده في تلك الحقبة، استقر في بلاد الغربة وبالتحديد في هنغاريا هربا من بطش النظام السابق ليصاب بمرض عضال وتشتد معاناته مع المرض لسنين طويلة ليغادر الحياة الدنيا وسط حزن كبير لعائلته والوسط الرياضي الذين أقاموا له مجلس عزاء في بغداد. كاظم عبود من بداية حياته وشبابه حمل هموم شعب كامل وبدأ يحارب النظام الدكتاتوري، ومن عام 79 هو حمل السلاح. كاظم من اللاعبين المميزين كان في العراق، لكن الحكومات أو الجهات الرسمية كانت تضطهده وتأخذ من حقه من الرياضة. حضور كبير من رفاق دربه الذين عدوا رحيله بالخسارة، تقدمهم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي واصفين إياه إنه من الشخصيات الرياضية الوطنية البارزة، حيث كانت للراحل حكاية كروية مرصعة بالذهب مع الإنجازات، فأهدافه على كبار منتخبات أوروبا ما زالت تذكر، منها على منتخب بولونيا وأندية أوروبية كبيرة. هذا الاحترام اللي كان يعني كل الرياضيين اللي عاصروه يكونون لهذا اللاعب الشخصية المناضل، بالتأكيد هو إنسان مناضل عنده مبادئ في حياته ما أبدا منبدا عن هذه المبادئ، بقى عليها إلى ما يعني جت المنية. عرفنا كاظم عبود بطلا رياضيا، خاصة عرفت الملاعب العراقية كلاعب كرة قدم من أبرز لواعيب العراق ومن أبطال العراق، وعرفت الحركة الوطنية أيضا كمناضل ضد الدكتاتورية، وكان له أيضا باع طويل في هذا الميدان، وعرفنا أيضا كناشط رياضي بمعنى يدافع عن حقوق الرياضيين عن حقوق الرواد. فاليوم عندما يعني فقدناه لم نفقده كرياضي فقط وكشخصية وطنية، فقدناه كرمز إنساني، كرمز تحتز به الحركة الرياضية ويحتز به العراق أحد رموز، وأعتقد الحضور المتنوع يعكس هذه الحالة. فنحن من خلال قناتكم الكريمة أيضا نتوجه أيضا بالتعازي للحركة الرياضية الأهلي والأهلي، ونأمل أن يكون ذكرها طيبة على الدوام وأن يكون حاضرا في ذهن كل الحركة الرياضية وهي الآن تتصدى إلى الارتقاء بالواقع الرياضي. أكيد فقدنا رمز من رموز الكرة العراقية الكبيرة، فكاظم عبود يعتبر لاعب مميز ولاعب
كان يمتاز بالتهديد بالتسديد القوي بدليل اهدافه على بولونيا وعلى المانيا وعلى يوغوسلافيا وعلى باسل الايراني. كاظم عبود اعتقد كان مشروع مهاجم كبير لولا الظروف اللي حاطت بحياته الخاصه، اكيد هو حياته الخاصه باعتبار غلب عليها الطابع السياسي، لذلك اعتقد انحرمنا من نجم كبير. رغم هذا ترك بصمه كبيره في تاريخ الكره العراقيه، وترك بصمه كبيره في تاريخ هدافي العراق ولاعبي العراق الكبار. فاعتبر كاظم عبود يعتبر من اللاعبين الكبار اللي قدموا الكثير للكره العراقيه. كان سياسيا حمل بين ثنايا قضيه شعبه وانحاز الى الفقراء. كاظم عبود نموذج انسان فريد في اي محطه عمل. يذكر ان الراحل كان من المعارضين للنظام السابق، حيث أعدم ولده وثلاثة من أشقائه، هذا ولم يحصل الفقيد على جنسية أجنبية برغم إقامته في أوروبا لأكثر من ثلاثة عقود. كريم درويش، الحرة، بغداد. قد تقف الكلمات حائرة وهي تتحدث عن شخص عصامي ما عرف عيش الذل يوما ولا طأطأ رأسا لمسؤول أو متنفذ، بل عاش عزيزا كريما طوال حياته وحتى في أشد حالات المرض وطأة عليه، وكان قانعا بقدره دون أن يتشكى ودون أن يشعر باليأس، فانتصر على الموت ولم ينتصر الموت عليه. التليف العملية يعني المرض مو من السهولة أن يقضى عليه بدواء بسيط. هاي قضية زرع رئة وعمل كذا، وهاي أمور مو سهلة، هاي إرادة لها آلاف الدولارات يعني بالولايات المتحدة وألمانيا وكذا. هاي شوية صعبة على العراق، خطية، العراق جريح وبإمكانهم بهاي الدولارات بالكيد يداوون شارع أو كذا. ما حد كان داق على إيدينا أن نناضل من أجل بلدنا، مو صحيح؟ ما حد كان يقول لنا شو اسمه، ولا نتوقع في يوم ما أنه تعطينا جهة من الجهات بديل للنضال وكذا. المهم محبتكم ومحبة الناس ومحبة الشارع. وللحديث عن الفقيد كاظم عبود استضيف في هذه الحلقة من بغداد زميله في نادي البريد والصحف الرياضي حاليا الأستاذ منعم جابر، كما استضيف من بغداد أيضا رئيس جمعية حقوق الرياضيين العراقيين الأستاذ كريم البصري. أستاذ منعم، أعزيك وأعزي أنفسنا وأعزي الوسط الرياضي برحيل الشخصية الوطنية والإنسان المكافح الرائع اللطيف كاظم عبود، كيف تلقيت الخبر وماذا يعني لك رحيله الصامت؟ شكرا أستاذ حسام على هاي التقديم الجميل اللي قدمت فيه هذا الشخصية الكبيرة الرياضي الكبير، لاعب الكرة الكبير، صديقي وشريك، يعني شريك حياتي. أنا ارتبط مع كاظم عبود منذ منتصف الستينات القرن الماضي، لعبنا سوية في الفرق الشعبية ولعبنا في البريد، وكان كاظم عبود رجلا مبدئيا صادقا حريصا على أصدقائه وفيا للعلاقات الإنسانية، ولكنه اختار هذا الطريق اختيارا، واختياره كان اختيارا صعبا، تعرض بسببه للكثير من الهموم والمشاكل والظروف القاسية هو وعائلته. فقد تلقيت الخبر بحزن شديد ومفاجأة، وكنت أتمنى أن يحضر إلى بغداد، ولكن وضعه الصحي ورغم المحاولات كان وضعه الصحي يتردى يوما بعد آخر، وكان يشعر بأنه يقضي أيامه الأخيرة. لذا قال لنا ولأكثر من مرة أنه يعتذر عن الحضور لأنه لا يمكن له أن يسافر أو يستعمل الطائرة أو أي شيء. لذا الخبر كان قاسيا، الأيام كانت صعبة، قضينا أيام الحزن اللي سوينا بها الفاتحة وقمنا بها الفاتحة، كانت أيام صعبة وقاسية. وأنا حقيقة لا أستطيع أن أعبر كثيرا عن كاظم لأنه أخي وصن روحي، ولا أستطيع أن أكمل شيء. نعم، أرحب أيضا أعزائي المشاهدين بالأستاذ كريم البصري رئيس جمعية حقوق الرياضيين. أستاذ عبد الكريم، ماذا تقول في رحيل النجم الساطع الذي هواه كاظم عبود؟
والله ما أدري، تقريرك ملهم. يعني من يشتري قلبا نبيلا ببضعة من الدولارات؟ من يشتري نفسا عزيزا كنفس كاظم عبود بفتات من الأموال قد تصرف على موائد؟ والله ما أدري شو أقول، يعني حقيقة تقريرك مؤلم كثيرا، وفيه ما بين السطور ما يقال ومما لا يقال. يعني شنو هاي عزة النفس العدة اللي يقول يعني بصوت هذا المتهدج، يقول هذه قضية يحتاج لها أموال كثيرة، قد يكون العراق محتاج إليها في هذه الأموال في هذه الأيام. شوف شنو من خلق عالي، شنو من اعتزاز. كاظم عبود لم يتعكز لا على تاريخ الرياضي ولا على حتى استشهاد، يعني لم يزايد حتى باستشهاد إخوته وولده، ويقول ما حد عانى للنضال. لم يتاجر، نعم لم يتاجر بتاريخه، حسبه النضال شرفا. يعني هذا بس هذه قيمة نبيلة كبرى عزت في هذه الأيام. الكثير من المناضلين الحقيقيين ممن يعني عانوا واضطهدوا وشردوا وذبحوا على مذبح الحرية بقوا الآن، كثيرين منهم الآن إما قعيد بيته أو في زاوية أو يكتب له مقالة، ولم يتصدى ولم يزايد ولم يعني يطالب بشيء. هذول وين الآن؟ أنا راح الموت حق، وكاظم عبود غادرنا إلى الرفيق الأعلى والله أرحم به منا، ومن ويعني إن شاء الله يجزيه خيرا على صبره وعلى مرضه وعلى جهاده وعلى إخلاصه. أنا إن أنسى فلن أنسى صوته في آخر مكالمة معاه، قال لي كرومي أريد أموت بالعراق. الله، اجتهدنا يعني يا ولدنا نحن الذين لم نستطع إسعاف طلبة، اجتهدنا كثيرا، حاولنا يعني الحقيقة يعني حتى حصلنا على موافقات كثيرة بهذا الخصوص، ولكن يعني وضع كان صعب لأنه كان قضية عنده مشكلة بالجواز وجوازه متأخر، ويعني ما إرادة تجديد، والمحطة اللي موجودة في برلين ما نعم. موجودة محطة في بودابست. طبعا هذا أنا أريد أستثمرها الآن كصيحة لجلب الانتباه أن هنالك شعب في الغربة، 4 ملايين تقريبا عراق كما يقال نعم. في الخارج، هذول شعب كامل يحتاج لهم إعادة دراسة لأوضاعهم، منهم من هو في أرض العمر الآن، منهم من هو مريض، إرادهم إعادة دراسة وتسهيل مهمة ما نقول عودتهم، تعاملهم مع الوطن، بهم خبرات، بهم ناس ممكن يقدمون أشياء كبيرة جدا. نعم، فأريد أستثمر هذه الصيحة، يعني صيحة كاظم عبود هذه، يعني ولعلها في ميزان حسناته في آخر أيام عمره، أنه إنصاف هاي الناس. يا أخي هذا رجل يعني تصور مسؤولين في الدولة العراقية وفي حركة الرياضة في العراق ندعو نترجى أن يحضر له ندوة، أن يحضر محاضرة، أن يكتب له مقالة، وكاظم عبود يحضر معنا بالصوت والصورة، نفتح له التليفون حتى يشارك، حتى يعيش مع العراق وفي نعم. ذلك نعم. المكان. أستاذ كريم، يعني ما أدري شلون تنقري، والله يعني هاي الدعوة يا أستاذ كريم وهذه الصيحة أتمنى أن تصل ليس فقط إلى أذان المسؤولين بس لعامة الناس. يا أخي هذا هل يعني هل يعني الفصل اللي موجود جماعة الداخل وجماعة الخارج، هم ما يدروا معاناة الناس اللي برا أشد نعم. يعني وطأة وأثرا أكثر من الناس اللي بالداخل ربما. وقاعد شوف هذا كاظم عبود هو نموذج للناس اللي تبقى بحسرة يعني شوفت بلدها وبحسرة أنه تعيش. خلي أروح الفاصل أستاذ كريم وبعدها نكمل المشوار إذن أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لتكملة مشوار هذه الحلقة. أبقوا معنا. أهلا بكم من جديد والجزء الثالث من هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة، وأعود مرة أخرى إلى بغداد إلى الأستاذ منعم جابر، الكابتن منعم لاعب نادي البريد السابق الذي رافق الفقيد كاظم عبود لفترة طويلة في الملاعب، وأيضا بعد عودته إلى العراق أيضا كان حاضر معه في العديد من الفعاليات الاجتماعية. كابتن منعم، ما سر هذه العصامية اللي يتميز بها كاظم عبود؟
يعني احنا نشوف العديد تلهث الى المناصب والى المتاجره بما قدموه او بمتاجره باشياء يعني لا تصل الى مستوى ما قدمه الفقيد كاظم اللي ضحى بابنه وباخوانه وضحى بكل شيء عائلته وراح يعني بالخارج قضى عمره كله بالغربه بعد معارضه النظام البائد. الحقيقه كاظم عبود كان ابيا وشهما وحاول وعمل على أن يبقى حاملا لقيم ومبادئ وبشكل مبكر. يعني أنا شخصيا تعرفت على كاظم منتصف الستينات وكنا نلعب بالفرق الشعبية وحدثني بعض الشخوص ومن جملتهم الزميل محي دواي حدثني لأنه زامل طفولة كاظم عبود. نعم. قال لي بأن كاظم عبود كان رجلا عصاميا ومبدئيا منذ أن كان طفلا صغيرا في منطقة الشاكرية. نعم. حيث كان يدافع على الفقراء، يدافع على الحقوق، يدافع على زملاء، يدافع على كل اللي تواجد وياه. وأنا شخصيا لما بدينا نلعب فريق العاصفة الأهلي أنا ومجموعة من الرياضيين ومنا الشهيد بشار رشيد والزميل الصحفي فيصل صالح وصباح حاتم ولاعبين كبار، كان كاظم عبود بالفريق يمتلك صفة قيادية، يمتلك صفات خيرة ويحاول أن يعاون اللاعبين، وكان معنا في الفريق يدافع وبحماسة عن قيمه وعن مبادئه وعمل بشكل جدي للوقوف بوجه السلطة وبوجه حزب السلطة الذي حاول تبعيث الرياضيين وفرض المنهج السياسي لحزب السلطة القائمة يوم ذاك يعني وبعد 69 والسبعين. فكان كاظم عبود يعمل بجد وبهمة من أجل أن يثبت القيم النبيلة في الساحة وبالفريق، وفعلا فريق البريد هذا فريقنا صار عليه كثير من الكلام والحكي، حتى البعض سموه الفريق الأحمر لأنه كان فريق يميل لأكثر لاعبيه لعمل الخير لتقوية الصداقة، وكان علاقاتنا علاقات أسرية وكنا حريصين. أما كاظم فكان لاعبا من طراز خاص، أتذكر أن المرحوم هادي عباس رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عام 59 شاهد كاظم عبود في إحدى المباريات، يعني أنا بالضبط أنا سمعته، قال الناس تلعب كرة القدم بقدمها أما كاظم عبود فإنه يلعب برأسه. الله. فقلت له يعني شلون استاذ هادي؟ قال لي يا اخي هذا يبني اللعبه ويفكر بها بمخه قبل ان ينفذها في الملعب. نعم. وهذا اثار اعجاب الكثير من الشخصيات الرياضيه، ولكن مثل ما قال احد المتحدثين بان كاظم عبود لو اتيحت له الفرصه ولو لم يكن مشغولا بهموم شعبه ووطنه ومشاكل الرياضيين لكان لاعبا من الطراز الاول، فكان عمره قصير مثل عمر الربيع. نعم، خلي أشوف الخبير الرياضي أعزائي المشاهدين الدكتور باسل عبد المهدي والذي سهل مهمة إصدار الكتاب الرياضي الوحيد الذي ألفه المرحوم كاظم عبود وكان على تواصل دائم معه في مهجره، بعث لنا بهذه الكلمة حول رحيل كاظم عبود. شكرا لك أخ حسام في سعيك والحرة في استذكار رحيل واحد من أشجع وأنبل ما مر على كل تاريخ الرياضة العراقية من رجال، ويبدو بأنه مطلوب منا أن نكرر مثل ما سجلنا يوم رحيل الأخ كاظم بأن ليس فينا من يستطيع أن يوفي بحق شخصية كاظم عبود في أي كلام ينتقيه في مسألة وداعه، فلقد كان رحمه الله إنسانا وطنيا في كل شيء، أعطى وضحى في حياته ونضاله بأثمن وأعز ما يمتلكه الإنسان من أبناء وأشقاء من أجل شيء يسمونه الوطن. أبت نفسه الأبية حتى التقدم بطلب استحقاقاته القانونية التي أنكرتها عليه مواقع القرار الرياضي مع الأسف الشديد في بلادنا. في الكلام عن كاظم عبود ورحيله المؤلم تقفز إلى الأذهان كلمات حق قيلت في وداع عظماء، أستل بعضا منها مخاطبا روح أبو وصال فأقول لماذا أتيت إلينا فمثلك كثير علينا،
لقد أذقناك يا أبا جواد كل أشكال المرارة والظلم والنكران، لكنك بقيت أبيا مترفعا شامخا حتى في رحيلك، لتعطي نموذجا حيا في الخلق والسمو كما كنت تعطيها لخصومك على أديم الملاعب. رحم الله كاظم عبود وأسكنه فسيح جناته، ولنا ولأحبته جميعا كل الصبر والسلوان، وشكرا ثانية. شكرا للدكتور باسل عبد المهدي على هذه الكلمة القيمة. والأمانة الدكتور باسل كان مهتم حال سماعه بالخبر واتصالاته المستمرة حتى مع السفارة العراقية في بودابست ومع كل الأطراف، وكان أيضا أعلن استعداده للإسهام مع الزملاء الفقيد في نقل الجثمان إلى بغداد، ولكن جثمان الفقيد كاظم لحد الآن موجود في بودابست وسيوارى الثرى أعتقد يوم الجمعة المقبل هناك. أعود إلى الأستاذ كريم. أستاذ كريم، سمعت الدكتور باسل وأنت أيضا لم تألو جهدا في الاتصال بوزارة الخارجية وبالسفارة العراقية هناك لترتيب نقل الجثمان، إلا أنه يعني عائلته هناك طلبوا بقائه. الدكتور باسل قال كلمات يعني محددة، يقول أشجع وأنبل ما مر على تاريخ الرياضة العراقية هذا الرجل اللي عاصر كل الأجيال، يصف كاظم عبود بهذه الصفات. وإحنا اليوم لما نتحدث على كاظم عبود يعني لأنه حالة فريدة بصراحة، إحنا نريد هاي الأجيال تتعلم أنه مو الرياضة هي مو بس فوز وخسارة، مو بس فلان فريق وفلان نجم وفلان، هذا هاي الأجيال لازم تتعلم من هاي الناس الكبار اللي راحت، تتعلم دروس هي ليس فقط الفوز والتتويج والدق والرقص بالملاعب، لا من حقهم الرياضيين كل شيء يسوون، ولكن لازم هاي الناس تكون لها يعني سيرتها يجب أن يحتذى بها وأن يسلط الضوء عليها، وليعتب على وسائل الإعلام الأخرى زملائنا لازم ينطون يعني يهتمون بهذا الموضوع أيضا. نعم، ماذا تقول في هذا الجانب؟ نعم، والنظرية الرياضية بشكل عام كمفهوم، نعم، إن الرياضة هي وسيلة من وسائل التكامل الإنساني، يعني الأكشن يعني الحركة مو هي الهدف، نعم، الهدف هو التربية ما بعد هذه الحركة. يعني احنا نقول الشخصية المتكاملة هي الشخصية المتكاملة جسدا وروحا، وكلما عظمت مطالب النفس وكبرت هذه النفس احتاجت إلى جسم متكامل من الناحية البدنية ليحمل هذه المطالب. فهاي هي النظرية الرياضية، الرياضة قيم، الرياضة أخلاق، الرياضة يعني عندما يلعب فريقين صحيح هم يتنافسون للفوز المعروف بالرياضة، ولكن الفائزان هما كلاهما المتنافسان. الفوز هو بمجرد دخولك في 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 حلبة الرياضة بشكل عام والتنافس الرياضي، هي هاي القيم. ولذلك احنا نشوف اكو قيم بقت على مر التاريخ من احداث رياضية، قد يتذكر الناس فائز هنا وفائز هناك ولكن ينسون وراء مدة، ولكن اللي يبقى هي بعض القيم الرياضية الكبيرة اللي يبقى الأجيال تذكرها وتشكل ديمومة الحركة الرياضية بشكل عام. نعم. فلذلك ما قال الدكتور باسل، يعني احنا في الوسط الرياضي عندنا اللي يرضى عليه الدكتور باسل 20% نعطيه 80. صحيح. فعندما يرضى هو 100% فماذا نعطيه؟ طيب. فالعلامة نعم. وحقيقة يعني فد تقييم محط اعتبار. نعم. لنتابع الآن أعزائي المشاهدين أيضا ما قاله رئيس تحرير جريدة الحقيقة الكاتب والصحفي الزميل فالح حسون الدراجي الذي رافق الفقيد كاظم عبود في منتخب الشباب في السبعينات. لنستمع إلى ما قال في هذه المناسبة الأليمة. عرفت كاظم عبود قبل 50 عاما حينما كنت فتيا ألعب كرة القدم مع أقراني في ملعب اتحاد فيوري في مدينة الثورة، وكان الراحل آنذاك نجما لامعا في فريق البريد أحد أبرز أندية بغداد الكروية، وفي منتخب شباب العراق الذي هزم منتخب ألمانيا الدولي 3-0 في ملعب الشعب بصحبة نجوم كبار أمثال فلاح حسن وفالح عبد حاتم وعلي كاظم وحازم جسام وغيرهم. عرفت كاظم عبود مناضلا وطنيا صلبا عنيدا قاوم الطغاة مقاتلا في جبال كردستان مع الأنصار،
وقدم من أجل العراق ثلاثة من أشقائه فداء لحرية العراق، ثم قدم ولده جواد الرابع عشر من عمره أيضا في سبيل حرية العراق. فهذا الرجل الذي قدم الكثير وضحى من أجل العراق الكثير، تغرب أكثر من 40 عاما دون أن يطلب ولو حتى براتبه الاستحقاق التقاعدي. هذا الرجل الذي عمل بجحود قاسٍ من مؤسسات الدولة العراقية ومؤسسات الرياضة العراقية والإعلام العراقي. هذا الرجل الذي أعطى كل شيء ولم يأخذ حتى حقه أو أبسط حق من حقوقه. كاظم عبود رحل بعيدا وغريبا وحزينا دامع العين، لكنه سيظل حيا في قلوبنا وفي ضمائر العراقيين، وناسعا في سجل الوطن في السجل الوطني العراقي، وداعا أبا وصال. شكرا للزميل العزيز فالح حسون الدراجي. أستاذ منعم، استمعنا إلى حديث دكتور باسل وحديث نعم. الزميل فالح حسون اللي رافقه أيضا مثل ما أنت رافقته، يعني كاظم عبود حكاية تستحق أن يعني تكتب للأجيال، أليس كذلك؟ بصراحة كاظم عبود لم يكن إنسانا اعتياديا، وأنا هنا أذكر بفخر واعتزاز بأن كاظم عبود كان نموذجا لتلك العائلة المناضلة التي قدمت ثلاثة من أبنائها، قدمت عبد الزهرة الدكتور، وقدمت محمد القبطان البحري، وقدمت عادل اللاعب الرياضي، وقدمت ابن جواد ابن كاظم. هذه العائلة التي كان الفخر كبيرا لأبو شمير الشقيق الأكبر لكاظم، نعم. ولشمير وأخوته في مقاومة ظروف الطغيان ومقاومة النظام السابق، وبذل جهود من أجل أن يكون هذا الرجل يعني مثلا عاليا ونموذجا محترما وشخصية أثرت تأثيرا كبيرا في الساحة الرياضية، خاصة في المرحلة الأولى في مرحلة طيب. السبعينات، نعم. ولكن مضي الزمن والسنوات الطويلة أبعدت الجيل الجديد عن معرفة تلك القيم العالية التي حملها كاظم عبود وعمل بها طيب. واعتز بحملها لها. اللي نرى أيضا يعني صفة أخرى من صفات كاظم عبود في أكثر من مرة أعزائي المشاهدين، وخلال تواجده في العراق كان كاظم عبود حريصا على التواجد في ملتقيات رواد الرياضة العراقية، كان يدعو دائما إلى الاهتمام بهم ويطالب بإنصاف شهداء الرياضة العراقية اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بلدهم. لنستمع إلى ما قال الفقيد كاظم عبود. يوم 17 هذا اللي من كل عام من أيار اللي قلنا أن يكون يوم الشهيد الرياضي، ويعني من هو الأحسن من هكذا تضحية؟ مثل رياضي يعدم، رياضي لاعب منتخب، لاعبي المنتخب في كل العالم لاعبو المنتخب هم كالسفراء لبلدانهم. رحم الله كاظم عبود. مشوارنا مستمر معكم أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لتكملة المشوار. بقوا معنا. أهلا بكم. في أول زيارة له إلى بغداد بعد سقوط النظام السابق، وفي لمسة وفاء منه، حرص الفقيد كاظم عبود على زيارة أعز أصدقائه ورفاق دربه الذين عاشوا معه الحلوة والمرة في العقود الماضية، والذين جمعته معهم أيضا سوح الكرة، سواء في صباه في الشاكرية أو في شبابه في مدينة الثورة الصدر حاليا، وقد احتفلوا به في دار المدرب واللاعب السابق كاظم صدام بحضور أبرز مدربي الفرق الشعبية، عبد الواحد حاتم رئيس فريق اتحاد الثورة، والمرحوم جاسم عودة رئيس فريق فيوري، والمرحوم حسن ضمد رئيس فريق الفتح الرياض. الله يحفظك، يا اهلا ومرحبا. معرفتي بكاظم عبود، كاظم عبود عرفته قبل ما يكون يعني تماسبي اكثر اللازم في فرق عديده. اول مره كان في فريق الزمالك، هذا فالشيء لا ينكر،
وقبلها بالبريد، وبالبريد حقق إنجازات كبيرة بسرحته المحودة وبجزهارته وبجسارته لما يتقدم نحو الهدف. وحتى أحد اللعبات الأخير شيء صارت يمكن لعبة مع تركيا كان إلى بها فد اسم لامع اللي قدام وبرز بروز منقطع النظير. كاظم عبود لعب بعدة فرق والفرق كلها اسم على مسمى، فرق تلعب بها أعضاء المنتخبات كانت تترأس الفرق الأهلية والشعبية، فسجل رقما قياسيا. المنتدى الثقافي الرياضي أعزائي المشاهدين الذي أسسه الدكتور باسل عبد المهدي احتفل أيضا قبل 3 أعوام بإصدار الكتاب الذي ألفه الفقيد كاظم عبود والذي حمل عنوان المفاهيم العلمية وأهمية استخدامها في الرياضة العراقية، وتم الاتصال بالمؤلف عبر السكايب في المستشفى الذي كان يرقد فيه في بودابست، حيث تحدث كاظم عبود إلى الحاضرين في المنتدى عن أهمية الكتاب وما يسعى إلى إرسائه عبر إصداره، وطلب أن يخصص ريعه لعائلة لاعب منتخب الشباب الراحل مهدي عبد الزهرة. أعود إلى الكابتن منعم جابر. كابتن منعم، شفت يعني حميمية كاظم عبود ويعني حرصه على لقاء رفاق الأمس الفرق الشعبية اللي لعب بيها، وأنت أيضا لعبت في فريق الفتح الرياضي الوالد أيضا. أنا حقيقة شفت زيارة للمرحوم حسن ضمد الله يرحمه، وشفت فد علاقة حميمية ودية بين بذكر كاظم عبود وبذكر، وكان المرحوم حسن ضمد يتذكر كاظم عبود ويتذكر جهوده وحدثني كثيرا عن شجاعته عن بسالته وهو شاب صغير، يعني كان يمثل الإرادة. وأنا ذكرت في حديثي أنه كنا في البريد، كان مسؤولي البريد جملة من قيادات البعث كانوا كثيرا ما يحاولون الضغط على كاظم عبود والضغط علي أنا المتحدث حول أهمية وضرورة الانتماء إلى حزب السلطة. فإحنا كاظم عبود كان يطوب ويطلع بقوة ويقول لهم أنا ما أنتمي لأي حزب سياسي وأني تعرفوني أنت، ونفس العملية تمت معايا ونفس الشيء. وبقينا كاظم عبود يتسم حتى بضعف الدبلوماسية، يعني ما مو دبلوماسي كاظم عبود، بالعكس كاظم مبدئي تماما، يعني ما يجامل ما يساوم ولا يجامل. ما يجامل أبدا، ما يجامل دار وجهه، وقال لهم أنا أرجع للدائرة وأعيد إلى الدائرة يومها، وكان في يعني في قمة عطائه. ومن ثم حاول يروح إلى نادي القوة الجوية بالاتفاق مع المرحوم قاسم جوية وهشام عطعجاج والجماعة، وأيضا اشتغلت القضايا الحزبية واتصلوا بمسؤولين القوة الجوية جماعة البريد. قالوا هذا وضع سياسي كذا كذا وهذا معادي للسلطة، وفعلا رفضت معاملته وأبعد عن الرياضة العراقية وعن الكرة العراقية. يعني كاظم عبود لاعب مبدئي لا يعرف المجاملة ولا يعرف أبدا المهادنة. نعم، أنتقل إلى الأخ كريم. أستاذ كريم، كاظم عبود يعني كانت عدة طموحات كبيرة، ولكن اصطدمت هذه الطموحات على ما يبدو بالواقع اللي شافه بالعراق بعد عودته للبلد. حضر يعني كان شايل هموم أيضا الرواد وعنده أفكار عديدة، وترجم قسم منها في هذا الكتاب الأخير اللي أصدره يعني لعب دور أيضا الدكتور باسل في إصداره. ويعني ماذا تقول عن هذا الجانب؟ يعني اللاعب هو مو بس لاعب، لاعب ومؤلف وسياسي ومناضل، يعني إنسان يحمل كل الصفات. لا هو طبعا شخصية يعني يصدق عليه عنوان رياضي مثالي. نعم، وهو هاي شخصية الرياضي، يصير فعال ينتشر بالمجتمع ويؤدي دائما إيجابي. التصور كاظم بكل هذا اللي حكينا عنه والجهود والكلمات التي أبكتنا حقيقة، كاظم كان متفائل بمستقبل العراق، متفائل بالنظام الديمقراطي، يؤمن أنه كلما تجددت مواسم الانتخابات تنضج التجربة والعراق على الخط. يعني كل هذا الحطام اللي تشوفه وكاظم كان عنده أمل. هذا الأمل في عراق جديد، شخصية ضعيفة ولا يجي من
من انسان ما يعرف يعني على بصيره من امره ويعرف شنو. نعم استاذ كريم هذا نعم انا باقي لي دقيقه واحده بس اريد اشير الى شغله يعني احنا شاهدين عليها. اول ما قدمنا احنا هذا التقرير عن معاناته الصحيه جانا اتصال من رئاسه الوزراء حينها في ذاك الوقت وطلبوا يعني التكفل بعلاج كاظم عبود. نعم. كاظم عبود والله وللامانه نقول التاريخ رفض انه يتعالج حتى على حساب الدوله، ومثل ما استمعنا بالصوت والصوره قال لو يتبلط بيها شارع افضل، انا ميت يعني ما الرجل ما كان يدير بال الموت ابدا. وهاي للتاريخ. خلي اشوف استاذ منعم الشجاعه. استاذ منعم كلمتك الاخيره، وانا قبل ما اختم الحلقه اذكر هدف تاريخي إلى في مرمى آليات الشرطة، أنت كنت موجود في المباراة أيضا، إحنا كنا صغار بالملعب. نعم. على لطيف شندل. نعم. ثار لهذا. عندي نص دقيقة أستاذ منعم بالختام. نص دقيقة. الهدف سدد كاظم عبود الكرة بقوة، وهو معروف. نعم. بقوة تسديداته من خارج الجزاء على الرغم من جسمه الناعم والصغير من نص الملعب وقياس رجله قياس 37 هو. نعم. من خارج منطقة الجزاء سدد بقوة الكرة على لطيف شندل وشقت الشبشة وطلعت. نعم. فلطيف شندل قال لي إياها قبل سنوات يعني سنتين ثلاثة، قال والله يا الطوبة فاتت وشقت الشبشة وأني بيدي شو اسمه صحيح كان صالح فرج المرحوم صالح فرج هاي للتاريخ الحكم صالح فرج والمراقب الخط كان الله يرحمه صبحي أديب. نعم. وكانت واحدة من أهدافه الجميلة اللي. نعم. لا تنسى أبدا. نعم. احنا انا هاي نتذكرها وان يعني نفتخر انه عشنا هاي شفنا هاي الشغلات وشفنا ابداعه في الفرق الشعبيه في فريق الفتح الرياضي والزمالك ايضا قدم العديد ترك اثر لا ينسى. في ختام هذه الحلقه اتوجه طبعا احر التعازي لعائله الفقيد ابن ضرغام وبنته وصال وايضا ديانة وياسمين وأمين الله يحفظهم وأمهم أيضا والأخ أيضا سمير تشلوب عبود بن أخ الفقيد اللي كان أقرب الناس إليه. المجد والرحمة للفقيد العزيز كاظم عبود وإن شاء الله يتقبل رب العالمين في جنات الخلد. والشكر والتقدير لضيفي العزيزين الأستاذ منعم جابر والأستاذ كريم البصري، شكرا جزيلا. وأنتم أعزائي المشاهدين أتمنى أن نكون قد وفقنا معكم في هذه الحلقة، لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج توني بعيني والمنفذة هدى عسكر ومحمد حسين وهاشم العفاري في المونتاج الإلكتروني أجمل التحية. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله.